بنات كي دايره؟ لاباس عليكم. جيت نقدم معكم وصفه جديده ديال القرب. اي نوع ديال السمك عندكم؟ درتو بالكريم فريش والقمرون والشامبينيون. نتمنى تعجبكم وصفه اليوم، ونبداو ان شاء الله بصلاه على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ونبداو بالطريقه والمقادير. نبداو في المقادير والطريقه. هنا عندي الحوت قربه كبيره، هنا عندي اليازير، ورقه سيدنا موسى، الثومه الحامض، وغنحتاج شويه ديال الملحه. غنوجد الطاوه في الغطيب ونرجع معكم. صافي، انا وجدت الحوته، درت ليها اليازير والثومه ورقه سيدنا موسى، وغنرشها بالملحه. رشيتها من الداخل، دابا غنرشها من برا. صافي، وغنلمطها مزيان بورق الطبخ والبابيي الالومنيوم، ونخشها في الفران طيب ربع ساعة ان شاء الله. غنوجد الحشوة ديالتها الصلصة باش نقدمها. صافي، غنلمط الحشوة مزيان، انا لمطتها كاملة، انا غنخشها في الفران طيب. الحشوه عندي الشامبينيونه راه طري وديرها في المجمد، عندي الكروفيت، عندي صوص ديال الحوت، عندي كريم فريش، وعندي الفرماج. انا بديت شويه زيت العود، عندي فيها الشامبينيو حتى يطيح الشامبينيو مزيان، عاد عندي الكروفيت، خليه يتشحر ورجع معاكم. من بعد ما شحر ليا الشامبينيو غنزيد عليه كروفيت، نخلي عافيه الجهده باش كروفيت ما يطلقش ليا الماء ديالو، يبقى في الحجم ديالو. هنا غنزيد شويه ملحه، القشور ديال القمرون، الطحونين، وشويه البصله، وشويه ديال الزعتر. الملحه ما تكثروش، لان عندي الفرماج مالح و الثومة مالحة و الكروفيت هو القشور تاعو ثما مالحين. صافي، نخليهم يطيبو. كما كتشوفو راه مدرتش الزيت بزاف، لأن الكريم فريش راه ميدما. صافي، نخليهم يطيبو على عافية الجهدة كيما قلتليكم. نرجع معاكم. خرجت الحوته ديالي من الفران، نغطي عليها. راه فاقت، غنعري عليها ونرجع الفران تحمر غير الواجهه غير شويه. نرجع معاكم على صوص ديالتي تطيب. غنزيد عليها الفرماج وصوص ديال الحوت والكريم فريش. هي الصلصه ديالتي موجوده، غنزيد عليها الصويا ديال الحوت، نزيد عليها كريم فريش ثقيله ديال الطبخ تكون عاقده، صافي. وغنبقى نحرك. ما تشوفوا انا ما درت لا صوص صوجا لا حتى شي حاجه، تتغير يقنان الصوص ديال الحوت. صافي، نخليها حتى تطبخ مزيان وتعقم، حيت كريم فريش خاصها تطبخ ضروري باش تعقم. عاد ندير عليها الفرماج. الصوص تاعتي واجده، غندير فيها الفرماج ونخليه راسو يذوب. الحوته ديالتي ها هي شربت الماء فيها، غير تقلبوا بحال ما هكا تعرفوا الجلده بدات تهز. صافي، راه الحوته راه طايبه. نرجع معكم ان شاء الله في التقديم. رجعت معكم، هنا نوجد معكم واحد السلطه. تنحتاج بلاطو، درت فيه هنايا الجرجير وليسي بيناخ ديال الشلاطه، عندي هنا الاناناس،
لافوكا عاصر على الحامض باش ما تكحلش، عندي الفرماج مقطع، عندي هنا الكروفيت مشحره في زيت بلديه ومليحه وبزيره، عندي هنا سميتو مطيشه مقطعه رقيقه والبصله والخيار، عندي هنا الكينوا سلقتها، انا غنخلط كلشي مع البصله والمطيشه ونرجع معكم. ناخذ الكينوا نشوف شحال تكفيني تنخلط ونرجع، ناخذ شويه ديال الكروفيت الاخر نخليه نزوق به، لافوكا اناناس، انا ما غندير لا ملحه لا حتى شي حاجه حتى الاخر ان شاء الله، واللي بغى يديرها حداه يديرها، نوجد العصير اللي غيتقدم معاها. نزيد شويه المعدنوس، شويه المعدنوس صافي، نحرك كلشي هنا، عندي هنا غير شويه الزيت البلديه بخلا يعني من احسن كان عندك زيت الزنجلان تجي فيها زوينه زيت الزنجلان. حطيت الشلاطه كامله ديالتي هنايا، صافي ندير الكروفيت من فوق، خديت نص ساعه ودرتو مع الحشوه لداخل والنص من فوق، ندير لافوكا الاناناس، جمع الخضرة والفواكه وفواكه البحر، الى عندكم حتى الكرامه ديرو ما كاش متوفر عندي، درت غير الكروفيت صافي، وشويه ديال الفرماج صافي، وغرش شويه ديال المعدنوس ونوجد العصير تاعته ونقدمه بالصحه والراحه، وغنكمل معكم التقديم ديال الحوت. مابغيتش نطول عليكم في الفيديو، الا بغيتو ندير لكم شلاضه بوحدها ندير شلاضه بوحدها، انا توجدت كلشي عاد مونطيته معاكم، نتمنى تعجبكم الشلاضه ديال اليوم، هذايا الطبق ديالنا ديال اليوم ديال الشلاضه، وغنخرج الحوته ان شاء الله من الفرن ونقدم معاكم. الحوته حيدت ليها الجلده ديالتها، وانا دابا غندير لها الصلصه ديالتها من الفوق، بسم الله الصلصه ديالي تجي رائعه الحوته هادي، الحوته تاعتي كي جاتكم نتمنى تعجبكم.